هذيك السنة ليها السنة احنا قد انتظر يعني رمضان حتى صيغ هالاجواء، ويعني ويشرفني انه امثل دور القصخون والحكواتي واحكي والناس تقعد تستمع للقصص ومتونسي وفحاني وانا بعد اكثر. والله احنا سابقا يعني منطقه باب القش، ومنطقة باب القش من المناطق التراثية القديمة زين، فكانت تصير هاي الأمور مع حكواتي وشغلات كثيرة مع الملة ما ملة، فكنا أهلنا يبعثونا على الملة ومن نفطة نروح مع أبهاتنا أو أخواتنا الكبار. الحكواتي او القصخون اللي اهل الموصل يسمون القصخون، واللي هو مقطع يعني القصه خون يعني راوي القصه او راوي الحكايه. فهذه الفعاليه اشتهرت بها مدينه الموصل سابقا، كان يحضر مثل ما معروف بالمقاهي بالازقه القديمه بالشوارع في شهر رمضان الكريم، ودائما تكون جلسه القصخون بعد صلاه التراويح باعتبار هذا الوقت الفراغ اللي بين السحور وبين صلاه التراويح. اكو ناس تحب تلعب بالعاب شعبيه، واكو ناس تحب تحضر به جلسة الحكواتي أو القصخون. هذه فقرة حلوة وجميلة حيل، لأن الموصل عتحي أجواء الموصل القديمة وعترجع الأجواء يعني القديمة وعنحيها إن شاء الله، ونشوفها للأجيال اللي موجودين الآن ما كنت شافوا هذا الشيء مثل قبل بأيام زمان أجدادنا وأبهاتنا.